ده نوركو اولا. انا بحب طبعا كل ما هو قنوات مصريه، ده حاجه تبسطني جدا ان انا بقعد اغطي اخباري للمواقع المصريه. اي حاجه انتوا عاوزينها قولوا لي عليها وانا هرد. مبسوطين جدا بزورك في مهرجان الجونه، كانت اطلاله مختلفه وكنت مبهجه جدا. كلمينا عن المهرجان. صدقوني ان انا صدقوني السؤال جميل جدا ان انتوا كنتوا في مهرجان الجونه وان انتوا شفتوني. انا كنت مبسوطه اكتر من المبسوطين، وكنت فرحانه جدا لاني اول مره افرح من قلبي واطلع من المرض واطلع من اللي انا فيه. كنت راجع من ايطاليا، انا كنت بدرب في ايطاليا راس شرقي، خلصت راس شرقي من هناك هم رقصوا وانا رقصت هناك، ولقيت نفسي مرة تانية الحمد لله رب العالمين. وجيت في المطار وطلعت على مهرجان الجونة على طول من المطار، وانبسطت في مهرجان الجونة قوي 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 قوي. انبسطت من زمايلي ومن الشباب الصغيرين الحلوين اللي قعدوا بيحبوني وعبروني عن حبهم، وانا عبرت لهم انا كمان عن حبي ليهم، وبان قد ايه ان هم كانوا بتوحشاهم من خلال مرضي. وان انا لما طلعت مره تانية بيشوفوني كان الاول مره بيشوفوني وصريخ، وكان حاجه بسطاني جدا جدا. فتره طويله قوي هنزور حفلتك في مهرجان الجونه. مهرجان الجونه طبعا انا فرحت جدا ان حفلتي اتخرجت، وكان لازم من حقها عليا ان انا اطلع وافرح بيها، فما لقيتش فرحه اكتر من مهرجان الجونه وختامه ان انا اخد حفلتي افسحها واخليها تنبسط معايا عشان خاطر هتقعد على المكتب بكره يعني. فمبسوط انبسطت قوي ان انا بسطتها وشافت مهرجان الجونه وهي ملمه بالميديا، وان شاء الله ابتدت تشتغل وربنا معاها. قضيتي فتره صعبه يا فوفا في التعب وخوفتينا جدا عليك، احكي لنا عن الفتره دي. هو فعلا انا فعلا بتكلميني عن صحتي والوقت اللي انا قضيته سنتين او سنه ونص من العين اللي خدتها في الساحل الشمالي السنه اللي فاتت. كنت برقص وكعب عالي قد كده، كنت عامله 5 رقصات ولا 6 رقصات، رجعت منهم انا مريت بحاله صحيه زي الزفت. اقول الاقصى اول مره في حياتي تمر بي ايام وحشه زي دي، سوده 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 سوده، ادوني ابره في العصب، والعصب ده اهم حاجه في جسم البني ادم. ما كنتش اعرف، مش عارفه يعني ايه عصب، مش عارفه يعني ايه المرض ده بيجي ازاي للبني ادم. بقيت احس انا بدعي للناس على طول، بس بقيت ادعي لهم اكتر ومتعاطفه معاهم اكتر، وكل شويه بدعي لهم يا رب اللي عنده حتى شك قد كده ربنا يشفيه ويعافيه ويكفينا شر المرض ويصبر كل مبتلي وستر الولايه، واللي عاوز خلفه ربنا يديها له، ويا رب يشفي كل مريض لان المرض ده خلي بالك من فيفا. وانا عملته وكان عارضين عليا اعمل الجزء الثاني، بس انا كنت في ظروف المرض فما قدرتش اعمل خلي بالك من فيفا ثاني لام بي سي مصر. نتمنى من الله ان شاء الله يكون انا كويسه دلوقتي واقدر اعمل حاجات كتيره قوي، بتعرض عليها حاجات كتير قوي ان شاء الله اللي فيه خير اعمله.